كابتن احمد، سؤال برضو مهم من غير دبلوماسيه، انهي صفقه اهم، كهربا ولا امام؟ لا هي مش ما فيش دبلوماسيه ولا حاجه، لا ده هو الموضوع الاثنين لعيبه مهمين، بس الاهم في الوقت الحالي امام طبعا. ليه؟ لان لعيب صغير في السن، لعيب واعد، لا خلاف فنيا على ان امام فنيا هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير، ولكن انا عندي هنا علامات استفهام كتير بالنسبه لصفقه امام عاشور. بالنسبه لي انا كنت اتمنى ان امام عاشور يكمل بره مصر باي حال من الاحوال، لان دايما احنا اللعيبه اللي بنحس فيهم ان هم ممكن نوعيات مختلفه، عندهم قدرات وامكانيات مختلفه، انا بالنسبه لي بتمنى ان هم يكونوا موجودين. كلنا بنقعد نتكلم على صلاح والابهار اللي عامله صلاح وكده، عايزين يبقى عندنا 30 بين واحد صلاح صح. انا بالنسبه لي امام النادي الاهلي فنيا يفيد النادي الاهلي طبعا، مليون المية يفيد النادي الاهلي فنيا، ولكن دايما لما باجي اعمل صفقات بعمل صفقات لحاجتين، الحاجة الأولانية فنيا، وإن أنا بستثمر في اللاعب اللي أنا بجيبه. أنا بالنسبة لي الرقم اللي اتحط في إمام رقم كبير جدا جدا جدا. هو ما تعلنش لسه رسمي هذا. ما هو إمام باعه لنادي الزمالك، وعلى فكرة أنا في نقطة هنا، ونادي الزمالك خلاص أصبح ملوش أي علاقة بإمام، لأن إمام خلاص هو اتباع واستفاد بيه نادي الزمالك اللي باعه ب 4 مليون يورو، فخلاص نادي الزمالك دخل خزينته مبلغ كويس. 3 مليون يورو ولا 4 مليون يورو؟ 3. طيب استحاله باي حال من الاحوال يا سيف ان النادي الدنماركي يبيعه باقل مما اشتراه، ده يبقى لان لا الناس دي لان الناس شركات دي صناعه بالظبط كده، دي صناعه عندهم، يعني استحاله باي حال من الاحوال. طب حتى لو يا كابتن هكمل لك الجزئيه اللي انا بس بتكلم فيها، لان دي انا بتكلم بلغه احتراف، بتكلم بلغه صناعه. هل النهارده امام هيفيد النادي الاهلي ان انت هتستثمر فيه بعد كده؟ انا اعتقد بالنسبه له احترافا هو الباب ده اتقفل تماما، لان لاعب ما قدرش يتحمل 6 شهور يبقى ما تستناش منه في خلال 2 3 سنين ان انت تقدر تبيع او تسوقه بعد كده. يعني اليو ديانج لما انت جبته مثلا دلوقتي في الوقت الحالي، لو انت عايز تبيع اليو ديانج دلوقتي هيجي لك في فلوس، مش مظبوط كده؟ وهيطلع ولاعب هيقدر يحترف وما عندوش اي مشكله خالص، هو عقليه لاعب محترف. طب انا ممكن اسالك سؤال تاني يسهل القصه كلها، حمدي فتحي افضل ولا امام؟ اوبا. لا هو مش موضوع ده نوعيه، ما هو البلان كده، البلان معمول كده، يعني البلان معمول ان حمدي طلع امام جه، فالنهارده النادي الاهلي بيحسبها ازاي؟ النهارده حمدي لعيب عنده 34 سنه 35 سنه هيكمل قد ايه مستقبله؟ لا هو حمدي ما عندوش 34، لا حمدي ما عداش الثلاثينات تقريبا، يعني في الثلاثينات يعني، المهم ايا كان الثلاثينات. انا النهارده طلعت ده وجبت ده بنفس تقريبا الارقام او حتى عملت فرق فلوس. ما عنديش، لا ما انا هقول لك على حاجه، لا انا بس خلينا نتكلم ان امام انا اكتر واحد اشتم امام واكتر واحد احس بالمكان اللي هو بيلعب فيه، لان انا لعبت في المكان ده. كان عندي ان امام مروان عطيه اللعيبه اللي انا دايما ببقى شايف ان هم مختلفين، فامام لعيب مختلف في نص ملعب طبعا، اكيد لعيب مختلف لان اختلف على اداء امام، ولكن خلينا ما نشجعش يا كابتن سيف على ان لعيب النهارده يروح وما يكملش، لان لا هم بيسيب. لا لا كابتن احمد دي قصه ثانيه. انا فاهم أكيد. انا فاهم انا عشان انا قعدت صوتي راح فيها دي، انا فاهم بس احنا بنتكلم ان هي خلاص انتهت تمام، بس انا بتكلم دلوقتي امام يختلف عن 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 حمدي، امام ليه مميزات وحمدي ليه مميزات. حمدي 28 سنه بالظبط، ما انا بقول لك يعني ما عداش الثلاثينات. حمدي لعيب عنده امكانيات في النواحي الدفاعيه، وعنده ال 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 ان هو بدا يشتغل في التكمله الهجوميه، انما امام لا، امام مختلف. امام تقدر تستغله رقم 10، تقدر تستغله 8، هو عنده مميزات ثانيه، طرف من الاطراف ممكن تشتغل عليه، فهو يعني انت لو عندك اختيارات امام وحمدي تبيع حمدي وتشتري امام. لا ما ده حصل خلاص، ما انا بسالك انت كابتن صح. تصرف امثل يعني، ما هو الخطوه اللي حصلت يعني، الخطوه اللي حصلت تمام، انت في الوقت الحالي احنا متفقين ان هي صح، ما اختلفتش فنيا يا سيف. بس اقدر اقول لك ان انت النهارده جبت مروان عطيه بكام؟ افندم في النادي الاهلي عملت ايه يا كابتن؟ مروان عطيه جبته بكام؟ 15 15 لا 15 حاجه 20 15 لا 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 حاجه 20 لا لا اسمه صلحي قال حاجه 20 حاجه 20 مليون، يعني بنتكلم في حوالي 600,000 دولار تقريبا مش كده؟ لا داخل على مليون الا يعني 800 ولا حاجه بتحسبها ماشي تمام مش مشكله كمل يا كابتن عليك حاجات غريبه والله كمل يا كابتن هل مروان عطيه النهارده امكانياته تقل عن امام عاشور؟ انت نسال الكباتن معانا، ندخل الكباتن معانا، انت رايك انت بتسالني بصديق انا شايف لا انا بسال نفس السؤال انا شايفه بوزيشن مختلف
نوعية لعيبة مختلفة. ده 6 وده 8. لا 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 هو مش 6. لا لا مروان لعيب حر في نص الملعب. بيقدر يلعب. لا مروان مدافع لكن مروان لعيب ثابت في نص الملعب اذا رقم 6. هو دلوقتي واجب لكن امام عاشور لعيب حر في نص الملعب يقدر يدي لك كل ال ايوه يعني انت يعني انت كابتن احمد رايك مين افضل؟ لا مش مساله مين افضل، هو ده كويس وده كويس، بس انا بتكلم على ايه؟ ان مروان لو انت طلبت منه ان هو يقوم بالمهام الهجوميه هيقوم بيها، انما هو في الوقت الحالي لا، في الاتحاد كان بيلعب كده كابتن، هو عنده الامكانيات اللي تساعده على كده. انا بس انا هوصل لنقطه معينه. ليه انا ليه باخدكم اللفه دي؟ انا ماشي هوصل لنقطه معينه، لان النهارده ده اشتريته بكام؟ وتقدر ده ب25 وده لسه مش عارفين. يعني لسه مش عارفين يا سيف؟ واحنا سيف واحنا مش عارفين يعني. ما انا بقول لك تاني اهو، النادي اللي خده النادي الاهلي مش هيشتريه اقل من 3 وشويه مليون. ماشي. ده باي حال من الاحوال. تمام، ادي دول حاجه و90 برضه. ماشي. هنقول 100. تمام. يعني في رقم الدفع بشكل كبير. انت مروان عطيه النهارده لا يقل عن امام عاشور بالنسبه لي وامكانيات لعيب. ومع ذلك شوف انت اشتريت ده بكام. شوف امام عاشور عنده كام سنه؟ امام عاشور عنده كام سنه؟ متباع. امام عاشور دي زي ما سيب بقى. طيب حمدي متباع بكام؟ كمان ما هو ده اللي داخل في الحزب. 24.5. بتتكلم صح. طيب هو هي التجربه كده. حمدي امام، انت رايك ان التجربه دي صح ولا كان بقاء حمدي افضل؟ لا مش بقى. في فرصه انك انت تبيع حمدي بس كويس. انا اقدر اجيب لعيب كمان استثمر فيه مستقبلين. انا لا خلاف على ان فنيا امام هيفيد النادي بشكل كبير. بس عشان انت زعلان من عدم تكمله تجربه احتراف مليون المية. ايوه واحنا كلنا مليون المية. انا اتفق معاك مليون في المية.